أقام وقيل هو اليوم كيوجد خدعة متميزة. هذه المرة الكاميرات كلها مكشوفة وجميع المعدات الضرورية محطوطة في أماكن باينة بلا حتى شي حد ما يشك أنه ضحية كاميرا وقيل هو. أما بطل المقلب فهو الفنان عمر لطفي. عمر ممثل مغربي شاب تمكن من الأدوار الأولى ديالو أنه يحجز مكان بين نجوم السينما المغربية. السلام عليكم، معكم عمر لطفي. احنا الآن كنتواجدوا في واحد استوديو ماشي باش نصور فيلم ولا شي حاجة، احنا باغي نديروا مقلب لبعض الشباب. تعرف لأول مرة فيلم كازا نيغرا قبل ما يتألق في العديد بالأفلام من بينها جناح الهوى، عاشقة الريف والمغضوب عليه. الشباب هادو كيبغيو يشاركوا في واحد الفيلم امريكي، انا غنكون في الكاستينغ على اساس غنختار واحد فيهم اللي غادي يكون غيترشح باش انه يلعب مع الاكتر اللي هو معروف براد بيت. كنتمنى انهم يكون تجاوب بيناتنا وبين هاد الناس هادو. نبغيكم تتبعوني على وقيل هو.